حلت ليبيا في المركز السابع من بين أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تأثراً بالإرهاب، رغم التحسن الملحوظ في الوضع الأمني منذ عام 2019 تقريباً، وذلك وفق مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023. وحسب المؤشر الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي، جاءت ليبيا في المركز 32 عالمياً في مؤشر الإرهاب الذي يضم أكثر من 160 دولة، كما جاءت في المرتبة السابعة من بين أكثر دول المنطقة تأثراً بالهجمات الإرهابية خلال عام 2022، مسجلة 4.7 نقطة. وسجل المؤشر السنوي مستويات عالية من الصراع في الدول بالمنطقة، على رأسها ليبيا، سوريا، اليمن، حيث سجل الصراع مستواه الأقصى بخمس نقاط، مع رصد تحسن هامشي في مؤشر شدة الصراع الداخلي بالمنطقة بنسبة أقل من 1% مقارنة بعام 2021. هذا وقادت ليبيا واليمن التدهور الإقليمي في مؤشرات الأمن والسلام على مدار العقد الماضي حسب المؤشر طبعا. ورصد معهد الاقتصاد والسلام الدولي ومقره سيدني تدهورا في مؤشرات السلام الإيجابية الثلاثة في ليبيا بين عامي 2012 و2020 بنسبة تصل إلى 12%، موضحا أن المؤشرات الأكثر تدهورا كانت انفتاح الحكومة والشفافية، حيث تراجعت بنسبة تصل إلى 67% منذ عام 2021 إضافة إلى حرية الصحافة التي سجلت تراجعا بنسبة بلغت 35%. وأرجع المؤشر هذا التدهور إلى الصراع المسلح الذي شهدته ليبيا في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي بعام 2011، وسيطرت أيضا مجموعات مسلحة ذات مصالح متباينة في المشهد. دعنا نعود بكم لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي، والذي أظهر الأضرار الاقتصادية للعمليات الإرهابية، وأكد أن ليبيا تكبدت خسائر تقدر بنحو 492 مليون دولار سنويا، وأشار إلى فقدان الخزينة الحكومية في ليبيا نحو 4.9 مليار دولار خلال 12 سنة مضت بسبب الأنشطة الإرهابية. أيضا أحصى 1923 هجوما أسفر عن 1876 قتيلا، إضافة إلى الخسائر المادية في البنية التحتية. ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعام 2020، يرى المؤشر الدولي أن السلام في ليبيا لا يزال هشا إلى الآن، ويرى أن المستقبل أمام ليبيا غير واضح بسبب الانقسامات العميقة بين الطبقة الحاكمة. وأضاف: حالة انعدام الاستقرار القائمة تجعل من الصعب تحسن وضع الحكومة أو الحوكمة عفوا أو تعزيز المرونة الاجتماعية.